الفنانة نانسي زعبلاوي، أهلا وسهلا فيكي معنا عبر فوشي. هلا حبيبتي، أهلا وسهلا فيكم. اليوم معك بكواليس جلسة تصوير ولكن هي مختلفة، مرتبطة بعمل جديد عم تحضري له، خبرينا أكثر عن هاي الجلسة. هاي جلسة التصوير الخاصة بأغنية في بقلبي شخص، رح تنزل بعد فترة. الأغنية سينجل معنا بألبومي من إنتاج شركة روتين ميوزك، رح تكون هيك مهضومة شوي، رح تحبوها، بتلبق للرومانس والحب والشتوية وهيك. مع مين تعاونتي بهاي الأغنية؟ هي كلمات وألحان تميم أبو دقش وتوزيع رامي عرفات، وقلت لك تسجيل شركة روتين ميوزك، ويعني هذا العمل الأول، أنا يعني ما بنعرف إن شاء الله يكون في أعمال مستقبلا تانية، يعني إن شاء الله خير. ليش اخترتي جلسة تصوير ما اخترتي كليب لهي الأغنية؟ ما بعرف، هيك الرؤية يعني، هيك قعدنا واجتمعت مع الجروب، نحن كلنا يعني جروب الشغل، ارتقينا انه لا نعمل لايركس فيديو، نعمل شوية صور مختلفة، نعمل شيء اشكال يعني مختلفة، يعني بس لفكرة يعني لا اكثر ولا اقل. مع مين تعاملتي بجلسة التصوير؟ ميك اب مع فهد شلهوب، وشعري سعيد البوشي، سعيد الباني عفوا، مين كمان، التياب مع جالة، عمار ريحاوي المصور، وكلنا تعبنا يعني، اليوم كان شغل كتير حلو. شكرا طبعا لكل حدا كان موجود معي. نانسي، قديش بتتدخلي باطلالاتك انت اليوم؟ يعني بما يعني مو كتير، بحاول اترك المجال شوي لاصحابين الموضوع انه يعني هن يبتكروا، لانه دائما بحب الاختلاف وبحب التغيير، فما بحب ادخل مشان ما اعمل شيء بيشبه اللي قبل. عم تحاولي، شفناكي مؤخرا تسعي بنحو الالوان الغريبه او الجديده، هل هي خطوه جديده منك انت اتخذتيها ولا لا؟ ما يعني كنوع اختلاف يعني بس بسيط بالموضوع، حبينا هيك نغير يعني شوي. اليوم نانسي عم تقولي انه اغنيه سينجل، بنفس الوقت عم تحضري لالبوم، اغلب الفنانين عم يتجهوا للسينجل، اليوم ليش البوم وسينجل؟ لا هو البوم بس هو سينجلز عم ينزلوا ورا بعض، ما رح ينزلوا كلهم مع بعض، بس هو انا كلهم جامعتهم بالبوم. اليوم عم نشوف منك خطوه وجود اداره اعمال وهي بسوريا قليله وخاصه للمطربين، فاداره الاعمال قديش بتعني لنانسي، وليش انت مصره يكون عندك اداره اعمال؟ انا مو من جديد عندي اداره اعمال، كل عمري كان عندي اداره اعمال، ولكن اليوم ظهرت شوي على الاعلام، اليوم صار اوضح الموضوع، صرنا نحكي بشكل اوضح، لما بيتطلب الموقف وجود اداره الاعمال انها تكون بالواجهه فبتكون يعني. اليوم إذا طلبنا منك تختاري حدا فنان سوري أو عربي لا تعملي معه ديو، مين بتختاري؟ صابر الرباعي. من الوجوه السورية مين ممكن؟ ما حدا. سمعنا، قلتي لي عربي أو سوري، أنا اخترت لك العربي يعني. سمعنا عن تعاون قريب مع نورة رحال، ممكن نشوفك بديو معه؟ كل شيء وارد. في عندك تحضيرات جديدة بعد الأغنية؟ أكيد، نحن عم نكمل الألبوم، عم نكمل الأغاني. ليش عم نشوفك عم تتجهي كتير نحو الأغاني الرومانسية العاطفية؟ ليش بتفضلي هذا اللون؟ بنا غرام كانت كتير هايبر وكتير راقصة وكتير حركة، يعني أبداً ما أنا شي رومانس. مين بتحسي من الفنانات اليوم بتنافسك باللون، باللون اللي اللي أنت يعني بتغني فيه؟ لا حدا بينافسني ولا حدا بيوقف جنبي ولا إلي علاقة بحدا. يعني أنا ما لا، بس حلوة ما بيعني لي الموضوع، لا لا. هل اضطريتي يوما ما تقديم تضحية من أجل الفن؟ لا. عم نشوف ابنك الصغير معك باللوكيشن، احكي لنا عن هي العلاقة، أنت اخترتي يكون معك ولا لا هي متاعب الأمومة؟ لا لا، أنا بحب يعني ما بقول لك إني بحب إنه يكون موجود ليشوف ويتعرف ويعرف طبيعة شغلي وطبيعة عملي ويحبه، يعني بحب يشوفني يعني كيف بشتغل وبتعب يعني. شفنا مؤخرا نوع من الهجوم عليك من الفنان نعيم حمدي، انت ما رديتي بشكل شخصي، رديتي عن طريق اداره اعمالك، ولكن كان في منه نوع من الاستنكار لوقوفك على مسرح دار الاوبرا، هل هالشيء سبب لك هيك نوع من التشاؤم؟ لا تعليق ابدا. لا انت هلا قلتي انه اداره اعمالي رديت، تمام. فانا هل عندك اصدقاء بالوسط الفني؟ ايه اكيد، لا شك يعني. بتأمني بهي الصداقه؟ أي طبعا، ليش لا؟